لمزيد من التعليق والمتابعة أيضا مشاهدينا بشأن قصف ميليشيات الحوثي مطار الملكي عبد الله بالملكة عبد الله، ورد رد التحالف أيضا لدعم الشرعية في اليمن على هذا الاعتداء. معنا هاتفيا من مكة، مكة المكرمة، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. مرحبا بك دكتور. إذا إصابة 16 مدنيا بجروح بجنوب غربي السعودية على أثر تدمير طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، كيف تقرأ تصميم ميليشيا الحوثي بقصف الأهداف المدنية سواء في اليمن أو في دول الجوار؟ أرحب بك بمشاهدينا الكرام. لا شك يعني الحقيقة يعني منذ تعيين هانس غروند المبعوث الأممي إلى اليمن، الحقيقة بعد 7 أشهر وأوضح هذا المبعوث بأن يعني بمجلس الأمن في 15 نوفمبر بأن هناك استمرار التصعيد الحوثي وتفاقم العمليات الإرهابية العابرة للحدود تقصد المملكة العربية السعودية والإمارات. طبعا هو يقصد المبعوث الأممي هانس بأن حتى هو لم يتمكن من الاجتماع بالانقلابيين في صنعاء لأنهم يصرون على الإقرار بسلطتهم الانقلابية، وإن كان يعني المبعوث يعتبر المرجعيات هي ضمن العوائل، لكن أنا في ظني يعني إيران تربط الملف اليمني بالملف النووي وترمي بثقليها في اليمن حقيقة، بثقليها طبعا من حرس خبراء من حرس الثورة الإيراني، خبراء من حزب الله، الآن تجند 20,000 من ميليشيات العراق للدخول إلى اليمن. لكن أنا يعني الحقيقة المملكة دول الاتحاد بقيادة المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا بتحييد الحوثي بعدما رفض كل بوادر أو يعني السلام، مبادرات السلام التي طرحها المجتمع الدولي وطرحتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021. ولذلك الآن التحالف يعني حقيقة يواصل تحييد ميليشيات الحوثي، تحييد قدراته، والآن هناك يعني حروب عنيفة جدا في حرب، هناك خبراء من الحرس الثوري من حزب الله محاصرين في حرب. مهما حاول الحوثي إنقاذ هؤلاء المحاصرين ولكنه فشل، يعني أصبحت الآن حرب على غرار مأرب يعني مقبرة عنيفة جدا. وأنا في ظني لو كان يمتلك الحوثي يعني قدرات صاروخية لأرسلها إلى مناطق بعيدة من الرياض أو الإمارات، ولكن هذه الضربات أيضا تشكل لا شك تشكل خطرا على أمن المملكة. أليس من المفترض أن تحالف دعم الشرعية قد أعلن منذ أيام تدمير نظام اتصالات يستخدمه الحوثيون في شن الهجمات بالطائرات المسيرة؟ أليس من المفترض أن تردع هذه الميليشيا؟ كيف تعافت بهذه السرعة وعادت إلى قصف جيرانها؟ يعني ما هل هناك دعم إيراني لتطوير هذه الوسائل التي تحاول أن يعني تفعلها هذه الميليشيا؟ أي سلامك، بالفعل دخلت هناك أسلحة عبر ميناء المهرة وصلت إلى صنعاء وتم ضرب بعضها، قد وهناك أسلحة أيضا وصلت عن طريق الحديدة، وأيضا هناك 4 طائرات وكانت تحمل هي 5 طائرات، إحدى الطائرات نقلت جرحى، ولكن 4 طائرات تابعة للأمم المتحدة محملة بأسلحة حديثة جدا، لأن هذه الأسلحة الحديثة التي هذه الصواريخ التي يتم إرسالها إلى المملكة العربية السعودية حديثة جدا جدا حديثة، وهذا يفكر أن المجتمع الدولي يعني له مصلحة كبيرة جدا في إبقاء الأزمة مفتوحة في اليمن. ما الهدف من ذلك برأيك؟
هناك ملفات كثيره جدا، ملف النفط مع المملكه العربيه السعوديه، الملف النووي، يعني ملفات كثيره حقيقه. المملكه دول التحالف حققت اهداف حقيقه كثيره جدا، ولكن المجتمع الدولي ايضا لديه مصالح في عدد من الملفات، الملف النووي، الملف حقيقه ملف النفط، وتطالب المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج ان تشترك في مفاوضات الملف النووي. لذلك نجد في ميونخ الان هناك مشاركات لدول الخليج بقياده المملكه العربيه السعوديه مع المجتمع الدولي، بان هذا الملف النووي لا يمكن يعني الاتفاق عليه دون مناقشه النفوذ الايراني، الصواريخ الايرانيه. واكبر مثال يعني كان هناك حقيقه اليوم هناك 90 منظمه عالميه تطالب بوضع الحوثيين على قائمه الارهاب، كان هناك 30 عضو في الكونغرس يعارضون بايدن، اليوم 200 عضو. يعني انا اعتقد في هناك تغيرات في الخارطه الدوليه، وظني ان هي يعني تسير في صالح دول التحالف، لكن رغم ذلك نحن نعرف ان هناك كهوف، هناك قدرات يعني بدعم الحرس الثوري الايراني، بدعم حزب الله. يعني ما الرد الاني او الحالي على هذه الخروق لكبح جماح هذه الميليشيا؟ هناك عمليات يعني لهذه الميليشيا صنفت على انها ارهابيه بسبب استهدافها المدنيين والمواقع المدنيه كما تعلم، لماذا لا تحرك المجتمع الدولي لايقاف هذه العمليات وردعها؟ وبالمقابل ما هو دور التحالف في ذلك حاليا؟ انا في ظني كما ذكرت ان دول التحالف يعني اذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع دول التحالف ووضع هذه الميليشيات على رأس قائمه على قائمه الارهاب ووقف التهريب، يعني المجتمع الدولي معاييره، نحن ندرك دول الاتحاد تدرك ان معايير المجتمع الدولي مزدوجه، ولكن هناك ايضا مصالح مشتركه. يعني الامم المتحده اوقفت سفن تهريب في ارض البحر الاحمر في البحر العربي، ولكن يبقى هناك يعني تهريب قائم وتهريب. يعني حينما تاتي اربع طائرات محمله باسلحه حديثه اكيد انها يعني المجتمع الدولي لا يود لدول التحالف ان ينهي الازمه. لكن وايضا الان يعني هناك حوارات ما بين طبعا المملكه العربيه السعوديه وايران، وايران حتى اليوم يعني حتى اليوم ترفض التنازل عن مكتسباتها الاقليميه، ولا زالت تربط ملف اليمن لانه هي ترمي بثقلها، لان هناك ممرات بحريه. لكن بدا يقتنع المجتمع الدولي بان النفوذ الايراني هو نفوذ يلتصق بالعمليات الارهابيه وتهديد الممرات البحريه التي طبعا ممرات في باب المندب، في ممرات البحر الاحمر، في البحر العربي. وان كان الان يعني اعتقد يعني دول التحالف ستتجه يعني الى تحرير الحديده، ولكنها هي الان في يعني في مراكز مهمه جدا ل يعني محاصره الحوثي وتحييد قدراته. والان اعتقد ان دول التحالف قضى على او حيد قدرات كبيره جدا للحوثيين، وانا في ظني يعني بدات العمليه تتجه الى ان يعني الحوثي لا يمتلك يعني حقيقه يعني ليس لديه مصلحه في انه يجلس الى طاوله المفاوضات، لانه سيخسر الكثير. نعم واضح. لان ويصر على ان يبقى كحزب الله في اليمن على غرار حزب الله. نعم دكتور. إذن من مكه الاكاديمي والمحلل السياسي السعودي دكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.